مشروع النهارده ان شاء الله يعتبر من المشاريع الصغيره الناجحه واللي عليها استهلاك خلال الفتره الاخيره. مشروع النهارده مش بيحتاج منك راس مال كبير، مشروع النهارده بيعتبر من المشاريع الصغيره المربحه لان عليها طلب كبير جدا في الاسواق حاليا. قبل بداية مشروع النهاردة أرجو من حضراتكم دعمي على القناة التانية، وهي قناة لها علاقة بالمشاريع، ودي عبارة عن قناة بتعرض منتجات حصرية وجديدة. هسيب لحضراتكم الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. وأنا مبدئيا بشكر كل مشاهدي القناة على دعمكم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي مشاهدي قناة نشر كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو أو كل مشروع أول بأول. لو عندك أي استفسار بترسلنا في التعليقات، كمان لو عندك فكرة مشروع جديد مش موجود على القناة تمنى ترسلني في التعليقات وإن شاء الله يكون موجود على القناة في أقرب وقت. مشروع النهاردة إن شاء الله يعتبر من المشاريع الصغيرة الناجحة واللي عليها استهلاك خلال الفترة الأخيرة. مشروع النهارده مش بيحتاج منك راس مال كبير، مشروع النهارده بيعتبر من المشاريع الصغيره المربحه لان عليها طلب كبير جدا في الاسواق حاليا. كمان مشروع النهارده يعتبر مشروع غير موسمي، هو شغال طول العام، وانا بعتبر هذا المشروع من افضل المشاريع الاستهلاكيه خلال الفتره الاخيره. مشروع النهارده ان شاء الله عباره عن مشروع تعبئه المواد الغذائيه، وجايب لحضرتك ماكينه هتعبي لك المواد الغذائيه بطريقه نصف اوتوماتيك وبسعر 330 دولار. انا بعرض لحضراتكم اشكال الماكينات واسعار الماكينات من المصدر مباشره. ممكن تتعاقد على شراء الماكينه بعد عمل دراسه للسوق من ناحيه الطلب والعرض، وتشوف السوق بتاعك ايه الشغل المطلوب عليه اكتر طلب، هل السكر ولا الرز ولا المكرونه ولا البقوليات، خصص في شيء معين عشان تكون في بداية مشروعك انت متخصص في مجال معين، فيما بعد ان شاء الله في مراحل التطوير ممكن تتوسع في بيع المنتجات. عاوز اقول لك ان مشروع تعبئة المواد الغذائية الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية في الدول العربية، زي ما قلت لك دراسة الجدوى أو دراسة السوق من ناحية الطلب والعرض، ودي حاجة مهمة جدا قبل التكاليف في المشروع. كمان في حاجة مهمة جدا، لو أنت محتاج رقم مورد بيبيع السلع الغذائية بسعر جملة الجملة في مصر هنا، سيب لي تعليق تحت الفيديو وإن شاء الله هسيب لك رقم ايا كان السلع الغذائيه، اي انواع سواء رز او سكر او عدس او فول. لكن انا بنصحك زي ما قلت لك انت عشان تبدا في مشروع النهارده حاول تتخصص في منتج واحد في البدايه ان انت تنتجه وتوزعه. يعني لو هتتخصص مثلا في تعبئه وتوزيع السكر بتقوم بتعبئته وتوزيعه، كمان لو ممكن تتخصص في الرز او المكرونه، اهم حاجه تتخصص في منتج واحد في البدايه. اول حاجه من مميزات الماكينه ان الماكينه بتشتغل على كهرباء المنزل عاديه، يعني ممكن تشتغل فيها في اي مكان سواء في البيت او خارج البيت، كهرباء المنزل العادية اللي هي 220 فولت 2 فاز. حاجة تانية، الماكينة قادرة على تعبئة اي مسحوق او حبيبات. حاجة تالتة، ان الماكينة بها شاشة تعمل بها اللمس، ودي عشان تتحكم في الماكينة وتحديد الاوزان المطلوبة المراد تعبئتها. كمان من افضل مميزات ماكينة النهاردة انها فيها نظام تحكم بي ال سي. حاجة الخامسة، ان الماكينة بها دواسة بتقوم بالضغط عليها لنزول المنتج منها بالاوزان اللي احنا قمنا بتحديدها قبل كده. حاجة السادسة، ان سعر الماكينه بيتوقف على اقصى وزن الماكينه، لان الماكينه بتقوم بتعبئه اوزان تبدا من 10 جرام الى كيلو. كمان في ماكينات ثانيه بتقوم بتعبئه اوزان من 20 جرام حتى 3 كيلو، فكل ماكينه على حسب طبعا سعرها وحسب مواصفاتها الفنيه. الحاجه السابعه من مميزات الماكينه، ان الطاقه الانتاجيه لماكينه تعبئه المواد الغذائيه من 10 اكياس الى 18 كيس في الدقيقه الواحده. الحاجه الاخيره من مميزات الماكينه، ان الماكينه مصنعه من ماده الفولاذ المقاوم للصدى، من ده بيساعدنا كمان وبيسهل علينا غسل وتنظيف الماكينه بالماء والصابون بكل سهوله. طبعا الفولاذ ده عباره عن ستانلس ستيل 304، وده يعتبر ستانلس غذائي. كده اتكلمنا على اول حاجه من المتطلبات اللازمه لتنفيذ مشروع تعبئه وتغليف المواد الغذائيه. الحاجه الثانيه، هنحتاج في مشروعنا او متطلبات مشروعنا ماكينه تغليف ولحام الاكياس البلاستيك عشان نقفل الكيس باحكام. الحاجه الثالثه من متطلبات المشروع، ميزان الكتروني او رقمي عشان ناخد عينات عشوائيه للتاكد من سلامه الاوزان اللي احنا بنقوم بتعبئتها. من الادوات الرئيسيه للمشروع مشروع تعبئه المواد الغذائيه هي الاكياس البلاستيك. من الافضل استخدام خامه معروفه، وافضل خامه هي اكياس البيور.
ودي خامة معروفة في الأسواق بتحمل الوزن والضغط وتعتبر الأكياس من الأدوات اللي يجب الاهتمام بجودتها في وجه المنتج، ولابد من أن يكون مطبوع عليها اسم المنتج والصلاحية والسجل التجاري ووزن المنتج. دي حاجة مهمة جدا عشان مشروعك يكون من المشاريع الناجحة إن شاء الله. الحاجة اللي بعد كده من متطلبات المشروع ماكينة لوضع التاريخ، دي كمان أداة تعتبر من أساسيات مشروع تعبئة المواد الغذائية. يعتبر التاريخ من أهم البيانات اللي يجب على المورد وضعها على كيس المنتج، ان طبعا بيعتبر التاريخ من اهم البيانات اللي انت لازم يتم وضعها على كيس المنتج. ويتعدد انواع هذه الماكينه طبقا للنوع والشكل والسعر، الحاجات دي كلها متوفره سواء الميزان او الاكياس او ماكينه وضع التاريخ، كلها متوفره في الاسواق العربيه بشكل سهل. الحاجه اللي بعد كده من متطلبات المشروع اكياس باكيتات، اللي هي الاكياس الكبيره لكي يتم وضع المنتج فيها لتوزيعها على التجار والسوبر ماركت والهايبر ماركت. لازم تكون اكياس كبيرة وتستحمل الوزن والعدد، تعتبر مرحلة التغليف النهائية قبل التوزيع. الحاجة اللي بعد كده من متطلبات المشروع عمالة للتعبئة، وده أهم عنصر في مشروع النهاردة. احنا مشروعنا مشروع تعبئة المواد الغذائية بماكينة نصف أوتوماتيك، يعني هنحتاج عمالة عشان يتم تعبئة المنتج ولحام الكيس وتعبئة الأكياس الصغيرة في باكيتات، كل ده بيحتاج عمالة. فعنصر العمالة من العناصر المهمة، لابد كمان يتميز في العمالة النظافة والإتقان والسرعة في التعبئة والإخلاص في العمل. يفضل أن يكون تحت إشراف من صاحب المشروع أو يكون من أحد أقربك ضمان اتقان العمل. حاجة اللي بعد كده ودي اخر حاجة من متطلبات المشروع، هي توفير وسيلة نقل. طبعا هنا يعتبر وسيلة النقل برضو من اهم المتطلبات الرئيسية لمشروع تعبئة وتغليف المواد الغذائية. ممكن نبدأ بتروسيكل صغير نقل البضائع للتجار والسوبر ماركت والعملاء المستهدفين. كمان ممكن ان شاء الله فيما بعد لما مشروعنا يصل لمرحلة التطوير ممكن تكون بدل التروسيكل سيارة ربع نقل او اكبر حسب التوسع في المشروع. ايه هي شروط ترخيص مصنع تعبئة مواد غذائية بشكل عام؟ طبعا حضرتك ممكن تنفذ مشروع النهاردة من داخل المنزل ومن غرفة واحدة، لكن بشروط صغيرة بالنسبة للشروط. الشرط الاولاني ان توفر عندك مكان مناسب لإقامة المشروع. الشرط الثاني ان مساحة المشروع لا تقل عن 20 متر. الشرط الثالث ان المحل او المكان اللي انت هتأجر فيه او هتعمل فيه المشروع يكون يا اما ايجار او تمليك. النقطة الرابعة ان حضرتك تعمل رخصة مزاولة نشاط من الحي او من المحافظة. النقطة الخامسة بتجيب موافقة من وزارة البيئة، وطبعا وزارة البيئة هتعمل لك تفتيش على المكان اللي انت هتنفذ فيه المشروع. النقطة الخامسة بتجيب موافقة من الإدارة الهندسية الخاصة بالمنطقة. طبعا هذه الشروط تنطبق على المقيمين في مصر، لكن أكيد كل الدول العربية في وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه الدولة، يعني كل دولة ليها بعض الشروط وليها بعض المتطلبات. من أهم مميزات هذا المشروع، أول ميزة معانا إن مشروع النهاردة مش بيحتاج منك مكان خاص عشان تنفذ فيه المشروع، يعني ممكن تنفذ المشروع من المنزل أو مخزن أو مكان صغير. أهم حاجة يكون هذا المكان جيد التهوية ولا يزيد عن 30 متر. حاجة تانية من مميزات هذا المشروع ان تكلفة انشاء المشروع وتنفيذه قليلة جدا، يعني هذا المشروع مشروع بسيط برأس مال قليل ان شاء الله. حاجة التالتة لا يحتاج الى اي خبرة او مهارة، لكن يفضل ان يكون متوفر عندك مهارة السرعة بالنسبة للعمال. حاجة الرابعة ان ماكينة النهاردة ممكن تعبي بيها منتجات كتير ومتنوعة زي الرز والسكر مكرونة والعدس والدقيق والفول وغيره من البقوليات، فدي حاجة ممتازة جدا. انت تخصص في شيء لكن عندك مجالات تانية كتير ممكن تستخدم فيها هذه الماكينة. طبعا يفضل انك لما تيجي تنفذ هذا المشروع انك تقوم بالعمل على تعبئة اوزان زي نص كيلو او كيلو فقط، ده لسهولة بيعها. الحاجة التانية يفضل العمل على منتجات زي السكر والرز والمكرونة، دول اكتر تلات منتجات عليهم شغل في السوق. تالت حاجة تحاول تهتم بتغليف ونظافة المنتج وطريقة الحفظ والتهوية، ده من اجل سلامة المنتج المعبأ. طبعا في مواسم بيزيد فيها بيع السكر زي رمضان وعيد الفطر والمولد النبوي الشريف، يجب انك تستغل هذه المواسم في عمل عروض على المنتجات. ايه هي طرق تسويق مشروع تعبئه المواد الغذائيه؟ طبعا التسويق يعتبر من الخطوات الهامه لنجاح اي مشروع، فنجاح التسويق لاي مشروع بيؤدي الى نجاح المشروع نفسه، كمان بيؤدي الى سرعه البيع وزياده الارباح ان شاء الله. ممكن تسوق مشروع النهارده ومنتجات مشروع النهارده عن طريق عرض المنتجات على تجار والسوبر ماركت والتعاقد معهم. كمان مطرود تسويق النهارده ممكن تعمل اعلان ممول على الفيسبوك عشان يصل لاكبر عدد من العملاء، ده عن طريق انشاء صفحه على الفيسبوك وعرض منتجاتك عليها بشكل مغلف بشكل جيد.
كمان ممكن تعمل فيديو صغير عن طريقة التصنيع والمنتجات اللي انت بتعملها وتعرض هذا الفيديو على الصفحة بتاعتك، بيكون بشكل جذاب عن طريق احد شركات الدعاية والإعلان، مش بكلفك كتير، لكن الإعلان الممول بيصل للعملاء المستهدفين بشكل كبير جدا. الحاجة الثالثة من طرق التسويق منتجات النهاردة ان انت توزع منشورات ورقية على المرة في الشارع بوصف المنتج وسعره والعروض الخاصة بهذا المنتجات. الحاجة الرابعة ممكن تقوم بتوزيع عينات مجانية من المنتجات المراد تعبئتها على تجار للتجزئة وتجار الجملة. في ملحوظة مهمة جدا هنا بالنسبة لهذه المنتجات، منتجات التعبئة والتغليف، لازم تهتم بشكل أساسي بنظافة المنتج وجودته وسعره، والسعر بيكون مناسب لأسعار السوق، وتعمل عروض خاصة بهذه المنتجات، ده بيسهل التعرف على المنتج والبيع وزيادة الأرباح إن شاء الله. ده كان مشروع النهاردة أعزائي المشاهدين، أتمنى أن ينال إعجابكم. لو مشروع النهاردة نال إعجابكم ما تنسوش تشرفوني وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل مشاريع جديدة أول بأول. كمان أهم حاجة عندي وهو دعمك للقناة بالضغط على لايك. أشكركم جدا أعزائي المشاهدين في نهاية مشروع النهاردة، إن شاء الله انتظرونا في مشروع جديد. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.